جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قدم رجل مبلغ من المال مساهمة في بناء جامع، ولكن البناء تأخر، فقمت بإقراض المبلغ إلى رجل محتاج بنية أن يكون ثوابه للمتبرع حتى يتم بناء الجامع. فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا لم يتم بناء الجامع، فهل يصح صرف المبلغ في أعمال أخرى كتعبيد طريق أو بناء مسجد بنية ثوابه للمتبرع؟ الواجب عليك حفظ هذا المال وصرفه في المشروع المخصص له من قبل صاحبه، وألا تتصرف فيه لا بإقراض ولا بغيره. فإذا بني الجامع تدفع هذا المبلغ فيه كما أمرك به صاحبه، وإذا لم يبنى، تعطل بناؤه أو عدل عن بنائه، فإنك تراجع صاحب المبلغ وتخبره بذلك، فإذا أذن لك في صرفه في مشاريع أخرى فلا بأس، أما إذا لم يأمر فإنك تحفظه وترده إلى صاحبه وتقول له إن المشروع الذي أمرتني بجعله فيه لم يتم، فما رأيك في هذا المبلغ؟ نعم.